وإنه وبالعودة إلى موضوعات الشعر المركون وما شغل شعرائه، نعتبر أن أسبقية سيدي الخضر بن خلوف التاريخية تتأتى من خلال رصده ومعايشته لواقع القرن السادس عشر، وعلى وجه الخصوص الحالة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى منواله نسج الشعراء الذين جاءوا من بعده وفي شمال إفريقيا قاطبة. أتمنى للقاءات الشعرية والملتقى الوطني حول شعر المقاومة عند سيدي الأخضر بن خلوف وكل فعاليات المهرجان النجاح والتألق، وللجمهور المستغني كل السعادة والبهجة، وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة الحادية عشر للمهرجان الوطني.